مشى عبد الله بن عمر في طريق، فخفض رأسه في جزء من الطريق ثم رفعه، فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: كانت هنا شجرة، ومر رسول الله منها هنا يوما فخفض عندها رأسه كما رأيته. أعطني أرقام سيارات زعماء الصليب، أرني آنية حخامات اليهود، أشر بيدك إلى أماكن تنزههم، ستخذلك المراجع وستدهشك ضخامة الرفوف التي نقلت لنا عدد شعرات الشيب في لحية رسول الله، وأخبرتنا أنه غمس الخبز في الخل إرضاء لعائشة، وبدت نواجذه إسعادا لعمر، ولمع في مفارق شعره المسك. وقال عنه أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين: كبر رسول الله يوما فسكت هنيهة. أعطني رجلا حفظت الأجيال سكتاته، ونقل لنا اسم رايته وناقته وبغلته وأماكن حجراته وفلوات غزواته وطرائق أسفاره وأسماء بنيه وبني بنيه وأسماء أصحابه وأبناء أصحابه، وأشرقت شمس علم يجرح فيه الرجال ويعدلون، يقبلون ويردون، وتقوم المناظرات لإثبات كلمة زادها راو دون راو، هل ثبتت عن رسول الله أم لا، لتفتح صحيح البخاري بعد مئات السنين فتعقد يمينك على مصحفك أن المحبر في الصحيح قد افترت به شفتا رسول الله يوما. ما اعتنى التاريخ برجل كما اعتنى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعجبك، عجبك من أمة تجهل سيرة قدوتها.